بي على قناة ديسكو أمين تي في. أهلا وسهلا بمشاهدي الكرام، لقائي بكم عن الحدث. سأنتقل بكم إلى أجواء الحدث رفقة الصحفي المميز الصحفي المشاكس سي أحمد المنديلي. والاهتمامات اليومية المشاهدين بدا كانت الشو من بعد عيشوا العروض المسرحية متنوعة، عيشوا واحد الكنز ديال الفكاهة وكنز الكوميديا بفضل وتتمنى لك كل التوفيق وكل نجاح ان شاء الله. جزيلا اخويا حمزه، وسعيد سعيد انني متواجد لك لانني انا من اشد المعجبين بك. الله يوفقك لمسيرتك الفنيه، والشكر الجزيل ماشي ليا ولا الطاقه الشابه، الشكر الجزيل لقناه ام بي سي اللي هي قناه كتكشف المواهب جميع المجالات الفنيه والثقافيه، يعني جميع المجالات كتلقى ام بي سي الجل ديالنا. انا بالنسبه ليا الشكر الخالص لام بي سي، عطات فرصه ماشي ليا، فرصه لهذا الشباب المغربي. وبحيره، وكل مره بتفوتوا على كاستينج وعلى اختبارات اداء بتشوف فيها خزان المواهب الشاب، بيكبر قلبك بمستقبل العالم العربي، بتفوت قلبك اسود بتطلع قلبك ابيض كل مره. الحمد لله المغرب معروف بالمواهب ديالو. حنا 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 اي واحد شاب كما قال الاستاذ ديدان كتلقى عنده مواهب كثيره، خاصو غير فين يبينها للجمهور. اذا هذه فرصه عطيتوها للمغاربه، شكرا لكم بزاف، كنشكركم على الحضور ديالكم. بغيتو سي هشام باش متاكد شكرا لكم بزاف. معك سحر صديقي، فنانة مغربية ممثلة مغنية ومؤخرا منتجة من فيلم تاكسي بيض، هو أول إنتاج ديالي في السينما. إلى الشايلة الملقب ببهلول، ممثل وملحن، وانا فرحان جدا على انني تواجد في هذا الحدث. هو كنعتبره حدث لان ما شاء الله افتتاح مسرح المغرب هنا في الدار البيضاء، وجينا باش نشجعوا الفنانين ديالنا والممثلين اللي قدموا عمل رائع وزوين. وانا جد سعيد كوني ممثل وكوني مهتم بالمسرح وامارسه، فكنفرح ملي كنشوف شي افكار جديده وبرؤيه، فجيت وتابعنا هذا الشيء وحنا فرحانين بزاف بان الام بي سي 5 انها خذات هذه البادره ديال باش انها تاخذ المسرح المغربي بهذا الشكل وتقدمه في واحد الطبق. فما علينا الا نفرحوا لهم ونصبحوا عليهم ونتمنوا هذه الفكره اللي تنتمناها ان شاء الله تزيد تطور وتالق اكثر واكثر. تبارك الله عليكم. السلام عليكم، معكم فريد غنام، فنان مغربي. سبيسياليتي ديالي هي لاوالد ميوزيك فيزيون جاز، وسيرتو معروف بالراي من بعد المشاركه ديالي في برنامج دو فويس في النسخه ديالو الاولى دو فويس عرب. كنت واجد اليوم هنايا في هذا الافتتاح ديال مسرح المغرب، لان كيشرفني نكون هنايا، لان هذا واحد الحاجه اللي كتشرف المغرب وكتشرف الفنانة ديال المغرب. وبيان سور انا كخريج ديال برنامج لويس اللي كان كيتداع في ام بي سي، انا كنت نحسب راسي واحد من الاسره ديالها. ونتمنى ان شاء الله كل خير وكل ثبات وخطوات ان شاء الله ناجحه للفن المغربي ككل، سواء في المسرح ولا في الموسيقى ولا اي دوم ان شاء الله. فوالا. الخطه اللي خصها توفر في الفنان المغربي، لان شفنا داك المشكل ديال شنو الحاجات اللي خصهم يتوفروا في الفنان المغربي. اول حاجه يكون عنده الموهبه،
يعني الموهبة واحد الحاجة وهذيك الموهبة خاصو ثاني يزيد يدرس واحد شوية حبذا لو يزيد يسقلها مزيان لأن كنكونوا بحال ان ديامون داك لو ديامون تيبغي شوية ديال باش يتقاد ويخرج هكا. وثاني حاجة الأخلاق، الأخلاق لأن علاش كانت الموهبة والأخلاق الإنسان كيمشي مزيان، الأخلاق لأن كتمثلك تكون عندك واحد علاقة إنسانية مع الناس كاملين مزيانة وما كيكونش عندك مشاكل في الكارير ديالك. وضروري من المشاكل أي واحد يقدر يطيح في شي مشكل ولا شي حاجة، ولكن على الأقل الإنسان إلا كان مزيان مع الناس تيقدر يتفادى أي مشكل، وتا إلا كان شي حاجة يحلها إن شاء الله بسلميان. يعني المهم هادشي العلاقات الإنسانية هما اللي كيخليو الفنان ينجح، هما اللي كيخليو الفنان مع الصحافة والصحفي مع الفنان والإعلام. وكنا كنكملوا بعضياتنا وخدامين مع بعضياتنا، ونتمنى إن شاء الله كل خير للفنانة مغاربة لأن الحمد لله غادي في مسار صحيح، ونتمنى إن شاء الله الثقافة المغربية توصل عالميا لأن كاين بزاف ما يتقال عليها. أنا مالوريزمون باقي كيبقى فيا الحميل، كنسافر بزاف مؤخرا، مشيت كانت عندي واحد الجولة في الولايات المتحدة الأمريكية واستفدت بزاف ديال الحوايج، ولكن اللي ضرني بزاف أن الناس ما تعرفوش على المغرب، باقي صحابهم عندنا هنا الجمال والصحراء وداك الشيء. الحمد لله عندنا داك الشيء، ولكن الحمد لله عندنا حضارة متطورة وعندنا شي حاجة نعتزوا بها ونرفعوا بها راسنا فين ما مشينا. هذا هو الحاجة اللي خص أي واحد يتذكرها. شكرا.